مرحبا بكم. بلا شك رونالدينو على رأس أشهر لاعبي الألفينات. عندما كان يلعب في فريق برشلونة كان له معجبون كثر، حتى ميسي لم يصل لهذه الشعبية. في هذا الفيديو سنعرض الأهداف التي سجلها رونالدينو والأهداف التي ساعد في تسجيلها، ولكن قبل البدء بالفيديو والاستمرار هذا النوع من الفيديوهات ادعمونا بإعجاب. عشرا، نبدأ بهدف أسطوري من أهداف رونالدينو. أفضل فتراته عندما كان يلعب في فريق ميلان، أداؤه في تلك الفترة وأهدافه وخصوصا هذا الهدف كان دليل على أنه من أمهر لاعبي العالم. تاسعا، رونالدينو فقط من استطاع تسجيل هذا الهدف الذي أعجب كل المشجعين. في الحقيقة لم يكن هناك لاعب محبوب مثله. ثامنا، استطاع إظهار مهارته الفردية ومهارته مع الفريق حتى في مواجهة أصعب الفرق، فبالنسبة له هذه حرفة. هذا الهدف يظهر كم هو لاعب ماهر. سابعا، دائما ما يبهر رونالدينو المشاهدين. ماذا يفعل ومتى يفعل لا يتوقعه أحد. هو فقط ينفرد بالكرة ويسجل هدفا رائعا يضاف لقائمة أهدافه العالمية. سادسا، سجل الكثير من الأهداف عن طريق الضربات الحرة، وإذا وجد الفرصة لا يضيعها. كان يختار الزاوية المناسبة لتسجيل الهدف وبكل سهولة، وكأنه يعاقب الفريق الآخر مثل هذا الهدف. خامسا، ها نحن نستمر في عرض أهداف رونالدينو التي أدهشت العالم. طبعا جمع كل أهدافه المميزة هو صعب جدا، ولكن مثلا هذا الهدف الذي سجله لصالح برشلونة كان رائعا بحق. رابعا، أهداف رونالدينو الغريبة كثيرة، كان دائما الحظ يلازمه، فكان في الشوط الواحد يلعب بمهارة لا يتوقعها أحد. هذا اللاعب قد يجعلكم متحيرون أحيانا. ثالثا، في الحقيقة كان يفعل الكثير لإبهار مشجعي برشلونة. كان العديد من الناس يأتون من أماكن بعيدة جدا لمشاهدة مهارته عن قرب. لم يكن يخذلهم أبدا، وكان بشجاعته يذهل الجميع. ثانيا، كيف كانت تحب الفتيات رونالدينو وهو غير وسيم؟ وضعت تقريبا 18 مليونا و700 ألف فتاة صورته في حجرتهم. هذا لأن لاعب الكرة قد يأثر قلوب الملايين حتى لو لم يكن وسيما. هذا الهدف أيضا يستحق أن يدخل التاريخ. أولا، وصلنا لآخر نقطة. جمعنا لكم الكثير من أهدافه الرائعة ولكن ليست كلها، ونختم بهذا الهدف الجميل الذي حير حارس المرمى. وصلنا لنهاية الفيديو، وبرأيكم هل رأيتم لاعبا في مهارته؟ وهل هو من أفضل اللاعبين الحاليين؟ اكتبوا في التعليقات ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.